معاكم بندر الملحم. في البداية نرفع اسم آيات التهاني والشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين أولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، دامهم الله علينا وطول الله أعمارهم. اليوم حنا فخورين وسعيدين باللي نشوفه اليوم هنا في موقع الاحتفالات الرسمي التابع لأمانة حفر الباطن. فبصراحة المكان كبير وجميل ومتعدد ومتاح لجميع أفراد العائلة، فلهم منا كل الشكر. معك مزادي الروضان، أحب أهني الملك سلمان وولي عهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي كافة باليوم الوطني السعودي 92 على تأسيس المملكة. وأحب أشكر أمانة حفر الباطن، ما شاء الله على الترتيب والتنظيم والكل شيء متكامل، فترك ألعاب مسرح حضانة أطفال جلسات، أحب أهنيهم على كل شيء متكامل. Teach it.